بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الكون سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله دلوقتي باشمهندسين نتعلم مع بعض بإذن الله تعالى إزاي أبدأ أعمل الفيرتيكال بريسنج. أول حاجة أجيب الواي زد بلان، أجيب من هنا أدي الواي زد بلان بتاعنا، أدي الواي زد أهو عند الإكس بكام، وليكن عند الإكس بيساوي صفر. أدي الواي زد بلان أشوف الإكس بكام، أفضل أنزل لحد ما أجيب الإكس بيساوي كام، بيساوي زيرو بالشكل ده كده يا باشمهندسين. طبعا احنا عندنا هنا البريسنج الموجود عندنا موجوده في الباكيه دي والباكيه دي، فانا هبدا هنا اختار من هنا واقول له من هنا الاوتو فيرتيكال بريسنج اللي احنا عرفناها. فين الاوتو فيرتيكال بريسنج؟ ادي الاوتو فين 14 اوتو فيرتيكال بريسنج. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الاوتو فيرتيكال بريسنج. اختار بقى من هنا لهنا واضغط، من هنا لهنا واضغط، بعد كده من هنا لهنا واضغط رايت كليك، من هنا لهنا واضغط رايت كليك. ادي اول حاجه عندنا، ابدا افتح ال 3 دي بقى، ادي الفيرتيكال بريسنج اللي موجوده هنا. فاضل عندي بقى ان انا عايز اجيب بقى عند الاكس كام، عند اكس عند الواي زد، بس عند ادي اكس بكام، ادي 6 و6 12. فانا هاجي هنا اقول له تاني الواي زد تاني بلان، ظل الواي ادي الواي زد بلان عند الاكس بيساوي 12، هقول له تعالى كده اطلع بالشكل اللي قدامنا ده كده عند 12 بلان. موجود عندي ده كده، ده كده اخر باكيه وده كده اول باكيه، موجود عندي في اول باكيه. فانا هاجي اقول له هنا في فيرتيكال بريسنج، في فيرتيكال بريسنج من هنا حرف في زي ما احنا عارفين، حرف في مش لاقي نقطه المنتصف، فاجي هنا في حاجه اسمها سناب انترسكشن، في حاجه اسمها ايه بيربند اهو ميد بوينت. فين الميد بوينت؟ ادي اندس اند ميد بوينت عشان يعرف في القطر. ادي الميد بوينت اللي قطعها من هنا ولهنا بالشكل ده كده. وبعد كده اقول له في بريسنج من هنا لهنا، وفي بريسنج من هنا لهنا بالشكل ده كده. ده كده في اول باكيه. لو جينا نبص عليها في 3 دي اهو عشان نبص تاني، او ممكن اجيب الاثنين جنب بعض، ادي ترسم اول باكيه عندنا اهي بالشكل ده. ادي اول باكيه. في بعد كده حرف الفي ده اللي عايزين نكرره، حرف الفي امسك ده من هنا ده وده، بعد كده اقول له اديت ريبليكيت ريبليكيت. انا عايز ادخله لجوه كام بقى؟ عايز ادخله في اتجاه الواي كام؟ ادي 1 2 3 21 3 في 7 21. ادي انضافت رايت كليك، ادي بريفيس سيلكشن تاني، اقول له اديت ريبليكيت. انا عايز اجيب اخر باكيه، ادي 27 يبقى كده 28 21 و7 28 28 و7 28 35، يبقى اقول له 35 واقول له اوكي بدات تنضاف عندنا في اخر باكيه بالشكل اللي قدامنا ده كده. طبعا الباقي اللي تحت بورتر فريم زي ما احنا قلنا قبل كده. بعد كده فاضل ان انا اجيب بقى ايه، اجيب الواي زد بلان عند اكس اخر اكس موجود عندنا. فانا هجيب من هنا الواي زد بلان تاني اهو، وابدا افتح كده اجيب ازود لحد ما اجيب اخر اكس عندنا اللي هي ايه 36 متر 24 36 30 36. لو انا ضغطت كمان واحده يجيب لي الصفر. اه لا انا عايز بقى ارجع تاني من هنا 36. ده كده اول باكيه زي ما احنا عارفين. اضغط من هنا كده اقول له انا عندي ادي الاكس بريسنج. طبعا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نشوف ال 3 دي تاني عشان اتذكر ان احنا كنا ايه ضايفين هنا، لان ده الارتفاع كبير جدا، ارتفاع كبير جدا. فقلنا هنعمل هنا دبل انجل لجوه، هعمل هنا دبل انجل كمان لتحت هنا عشان خاطر البريسنج اللي موجود عندي اخليها على ارتفاع 6 متر. دبل انجل اللي هي تحت هنا دي كده خليها على ارتفاع 6 متر. ارسمها ازاي؟ هاجي هنا اجيب اقول له تعالى هنا تاني اكس زد بلان، اكس زد بلان الواي بيساوي كام؟ الواي بيساوي صفر. انا هنا في عندي على ارتفاع 6 متر قلت هعمل هنا ايه بريسنج لجوه، دبل انجل بريسنج لجوه عشان خاطر الترس. فانا هختار من هنا كده يا باشمهندسين، اختار من هنا ده كده النقطه دي بالشكل اللي قدامنا ده كده، راضي نعمل سيلكشن من هنا كده، وبعد كده اختار النقطة دي تاني شو اون ذا فورمات شيب تايب، بعد كده اختار النقطة دي ما اختارهاش، ممكن اقول له درو سبيشال جوينت انا يعني مش هتصعب عليا حاجة، واضغط هنا ده رسمت نقطة عندها مفيش أي مشكلة خالص. أمسك النقطة دي كده، أمسك النقطة دي أقول له إيديت، أقول له إكسترود بوينت تو فريم. أنا عايز أختار الحاجة اللي هتخش لجوه دي، حاجة اسمها أوتو لونجيتيودنال بريسنج. فين أوتو؟ ادي اوتو هورزونتال اوتو لونجيتيودنال بريسنج اهو، اوتو لونجيتيودنال بريسنج هتخش في اتجاه الواي 7 متر. انا عايزها ايه واحده، عايز منها 6، اقول له ايه اوكي.
تعال نبص على 3D، تعال نبص على 6، تعال نلف كده اترسم عندنا. امسك بقى ده، ده برضو ده، وامسك ده، ده ده وده وده. مفيش حاجة تاني، اقول له اساين 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 تو جروب. امسك بقى اللي هو اللونجيتودينال بريسنج، في اللونجيتودينال بريسنج واقول له حاجة اسمها اد تو جروب، واقول له ايه اوكي خلاص كده انضاف عندي. بعد كده بقى ارسم الفيرتيكال بريسنج، مفيش اي مشكلة خالص. بقى اقول له هات بقى هنا الواي زد بلان، تعالى عند الاكس بي 36، تعالى هات من هنا كده، عايز اعمل هنا اوتو فيرتيكال بريسنج من النقطة دي لحد الميد بوينت لحد النقطة دي، رايت كليك، وبعد كده من هنا لحد هنا، وبعد كده من هنا لحد هنا بالشكل اللي قدامي ده كده. بعد كده في الباكية الرابعة لهنا لهنا لهنا، وبعد كده من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعد كده في آخر باكية عندي خالص من هنا لهنا لهنا ومن هنا لهنا بالشكل ده كده بشوية. تعالى بقى نظهر ال 3D عندنا، نلف كده بالسكرول، ادي اللينجوتي، ادي الفيرتيكال الهوريزونتال بريسنج، وادي الفيرتيكال بريسنج اللي موجود عندنا. هات ال 3 دي تاني، خلاص كل حاجه بقت مظبوطه وتمام، ما فيش اي مشكله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.